طب وحياه النبي يا جرحى، وحياه النبي، وحياه النبي، عشان خاطر احمد باشا اخو عريس الليله، عشان خاطر اخو العريس اللي بيقول لك انا ما رقصتش، واحد مصدور في الفورد يا جرحى، عشان خاطر اخو العريس اللي بيقول انا ما رقصتش، اخو العريس واللي بص عادي ما بيخاف. احلى وليده اخو العريسه بنشكر كل الناس اللي كانت بتدرس معانا على البث الفني، كل اخوات عريس الليله، عشان خاطر القوات المسلحه والجيش والشعب بايد واحده والشرطه، الجيش والشعب والشرطه، كل اخوات عريس الليله، عشان خاطر الكبير 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 الحاج سيد بسار، يا ريت بعد اذن حضراتكم نروق المسرح خالص. بعد اذن حضراتكم نروق المسرح خالص. بحذركم يا استاذ الافاضل يا رئيس الفني يا سعاده الان، استقبال اولى حضراتكم في اليوم. هنرجع كده بين عراء الرسم المصري اللي عاملها زي الحفل، نجمنا ونجم مصر ونجم الفضائيات الدكتور محمد الكحلي والساده المصريين، لحظات ويتم الاعلان. يا ريت نسمع زربوطه جميله العرايس وعمال عندي كده زربوطي. زربوطه خالتي ماما خالتي خالتي. طب اللي بتحب جزء من قلبها اتزرب بعد اذن حضراتكم، مش هتحب جزء من الزرب. كله 100 100 كله 100 100. يلا بينا يا ريت بعد اذن حضراتكم نروح المسرح عشان المسرح 100 100. يا احمد لحظات يا استاذ الافاضل، وجاءنا البيان التالي من نجم مصر وصانع مصر الدكتور محمد الكاحي باستقبال اولى حضرات عبد اليوم، نجمة مصر الاولى ونجمة الكاسيت ونجمة الاغنية الشعبية، نجمة الاسكندرية ونجمة البحيرة ونجمة المنصورة ونجمة القاهرة، الرقة والدلال والخفة والجمال، صوت الجبل صوت الرعب، نجمة الأغنية الشعبية نجمة الفنانة راشا جريش، ومصاحبة عازم الفنان.